السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل عيش عجين. هنعمل النهاردة عيش، ودي العجينة بتاعته زي ما انتم شايفين. انا جبت 5 كيلو دقيق وحطيت عليهم كيسين خميرة زي كده. معلش انا عندي دوشة وبصور برضو عشان تشوفوا بس طريقة العيش بتاعتنا، العيش الفلسطيني. طبعا انا هحط دول 3 كيلو، هحط عليهم كمان 2 كيلو اهو. ماشي، نبدأ بالخطوات واحدة واحدة. زي ما انتوا شايفين يا بنات اهو، انا كده حطيت 5 كيلو. انت حطي الكميه اللي انت عايزاها، بس انا هعمل كميه كتير، فعشان كده انا حطيت ال5 كيلو. حطيت عليهم كيتين خميره. انت برضو دلوقتي تحطي خميره على قد احتياجك. دلوقتي حط عليهم ملح. خلاص، بصوا شويه ملح زي ما انتوا شايفين كده اهو. خلاص، هنحط زي ما انتوا شايفين رشه سكر. ماشي، هنقلب الخميره مع السكر مع الملح زي ما انتم شايفين بالطريقه دي. بعدين نسيب الميه السخنه عليه، وبعدين هنحط الميه السخنه. ده بقى الخبيز الفلسطيني الشحط محط من بيته. يلا هنحط الميه. بصوا يا بنات، هنحط ميه. طبعا كميه الميه ملهاش علاقه، يعني كل نوع دي بياخد كميه معينه من الميه. انا جبت الجاك ده وحطيت فيه ميه. طبعا الكميه عندي كبيره. بصوا اهو، ده اللي فاضل بس من الميه. هنعجن وهنشوف، يعني هنعجن وهنشوف هتكفي قد ايه. يلا بصوا طريقه العجين ازاي. زي ما انتم شايفين كده، دي الطريقه الصح للعجين عشان تدخلي الميه في كل الدقيق. يلا هنعجن الحبه دول وارجع لك تاني. بصوا يا بنات، احنا اهو بنلم حبه حبه، لسه فاضل اهو حبه دقيق. احنا بنلم زي ما انتم شايفين كده. ادي ايدي. بصوا يا بنات، احنا كده زودنا شويه ميه عشان نلم بقيه العجينه. طبعا لو انت عندك عجانه هترتاحي من كل وجع القلب ده، بس احنا بنتكلم الناس اللي ما عندهاش عجان. انا عندي عجان، بس العجان بتاعي مش هيشيل ال5 كيلو دي، هضطر اعجن كيلو كيلو زي ما انت شايفه كده. بصوا هنحط شويه شويه اهو، ونلم العجينه كلها مع بعضها زي ما انتم شايفين يا بنات اهو. بنفضل نعجن لما نلم العجين كله. لسه طبعا ما لمناش العجين، احنا بنلملم فيه اهو. العجين طبعا في العجانه اريح. بصوا لازم تلمي العجين كده وانت بتعملي اهو. انا بس بصب الميه، انا النهارده ماليش اي علاقه غير ان انا اصور واتكلم. يلا بصوا يا بنات، احنا نظفنا ازاي الطبق واحنا بنعجن. طبعا غير عجيني مختلف، عجيني ببقى بموسخه الدنيا زي ما انتم شايفين. بصوا العجينه عامله ازاي ما شاء الله. كده احنا عجناها، بس هي لسه هتعجن فيها شويه. هتتلبن زي ما انتم سامعين، يعني لسه هتفضل تعجن فيها كمان شويه. انا بقصد ان احنا لمينا العجين. كل ما طعناها على عجين كل ما ادتنا الخبز حلو يعني. سامعين؟ يعني كل ما تعجني فيها تلاقي الخبز يطلع معاكي حلو. بضله كده لين وطري كده. اهو زي ما انتم سامعين. زي القط. زي القط. يلا احنا نفضل معاكم لحد ما نشوف. هي بقى لها دلوقتي بتاع 7 دقايق بتعجن. هتفضل تعجن كمان شويه. طبعا برضو تاني كل ما ادتي عجين كل ما ادتي بديك خبز احسن. بصوا زي ما انتم شايفين، هي حاسه العجينه محتاجه شويه ميه. بصوا الميه قد ايه؟ يا دوب بس على قد ايدها بس كده، وبتعجن ده على مهلها زي ما انتم شايفين. مش مستعجلين يعني، بدنا احنا خبز حاجه كويسه جميله. زي ما انتم شايفين، انا مش حرماكم من حاجه. هنخلص العجينه دي واقول لك اخدت قد ايه وهي بتعجن. بس طبعا طول ما انت بتعجني في العجانه هيبقى افضل لك، بس العجانه هياخد وقت. يا بنات كده خيط صغنن زيت سيرج. سيرج علشان يعني هذا اخر توم، وعلشان بيطلع ملمس العجينه ناعم. ونريحه كده دقيقتين ثلاثه ونرد عليه عجينه واحده وبيطلع زي الفل. وكده خلصنا اهو. كده بصوا حط شويه زيت اهو. ماشي، زي ما انتم شايفين هتحط حاجه صغننه. بصوا اهو هتقلبيه زي كده علشان كله يخش كده، يعني كله يبقى فيه الزيت. طبعا بصوا شكل العجينه غير العجينه اللي انا بعجنها اهي. لازم تبداي تعملي فيها الفكرة الطريقه دي. هو حلاوته في عجنه يعني اهو. شايفين يا بنات، هي لمت هي العجين بعد ما عجنته بالطريقه اللي شفتوها، رجعت تلمه تاني عشان تدخل كل السيرج في الزيت يعني فيه. هنريحه يعني كده شويه بتوع 4 دقائق. 4 دقائق بس؟ اه 4 5 دقائق، وبعدين اخر ده حاجه يعني نلفه ونخ لا يرتاح. احنا بس هنريحه شويه، قصدي هنريحه شويه وهنرجع نعجنه كمان عجنه. يعني هنريحه وهنرجع نعجنه تاني، هنسيبه زي كده. بصي يا بنات دلوقتي هنشيل الكيس بعد 5 دقائق بالظبط. ماشي، بعد 5 دقائق. شايفين العجينه عامله ازاي؟ اهو
بصوا هنرجع نعجنها عجنه ثانيه كده، بس حاجه بسيطه بس يعني مش حاجه. بتفضل عجينه كده لينه مع لما بترتاح كده يعني، بتفضل بتصير حلوه زي المالبه اهو. يعني انت بس سيبيها بعد ما تعجنيها 5 دقايق وارجعي اعجني تاني عجنه خفيفه، وبعدين وتلميها نتركه لما حتى العجينه تخمر يعني. ايوه انت، وبعد كده بس سيبي طبعا في مكان دافي تغطيه باي نص حاجه، نص ساعه ربع ساعه حد تخمر حسب المكان اللي انت فيه، لو المكان ساقع او المكان بارد، المهم تحاولي تدفيه على قد ما تقدري. وبعدين بتتقطعي، بصي العجينه عامله ازاي ما شاء الله. احط عليه حمام، احط عليه بطانيه عشان يفضل زي ما هو او يخمر بسرعه. طبعا ده عجين فلسطيني يا جماعه الخير، ملناش علاقه باي عجين تاني، عجيننا مختلف. لازم تجربوا الطريقه دي، بس بعد ما تشوفوا كمان النتيجه هتعجبكم جدا جدا جدا. بصوا يا بنات، احنا كده عجننا زي ما انتم شايفين عامله ازاي العجينه، هي دورتها زي ما انتم شايفين. دلوقتي هنغطيها بالمشمع زي ما احنا كنا مغطينها، او كيس بلاستيك اي حاجه عندك. انا بغطيها بالستريتش هنا، مش عارفه اطلع الاستريتش، فهنغطيها بالكيس ده اللي احنا كنا عاملينه من الاول. بس هنغطيها وادفيها بحرام او بطانيه وادخلها كده في الاوضه في مكان دافي لحد ما تخمر، واصورها لكم واوريكم شكلها عامل ازاي. بصوا يا جماعه كده العجينه اتريحت وخمرت. هنعمل بقى احنا ايه؟ بصوا كبت ازاي ما شاء الله. احنا كل ما تسيبيها اكتر هتخمر اكتر، بس انا لسه هخمرها تاني اهو. يلا هنحاول نقطعها. بصوا بقى هنقطعها، احنا مش هنخمره زياده، احنا بس هنخمره وهو قاعد يعني عقبال ما تقطعه. بصوا بصوا ايديها كبيره، ما ايديها كبيره كده كده، هنعمل فيها نعترض على حكمه ربنا زي ما انتم شايفين اهو. ماشي، وهنحطه هنا اهو، هنرق لسه والله اهو. انا بس بوريكم طريقه اللف ازاي، بوريكم طريقه اللف. بصوا هي بتاخد بس صغنونه واحده صغننه. لا يا بنات هيفرد بعد كده اهو. زي ما انتم شايفين يا بنات، احنا رصينا العجينه بتاعتنا زي كده. بصوا ما شاء الله طلع كام رغيف، طلعوا كتير مش هعدهم دلوقتي اهو. وبعدين هتغطيهم كده عشان يفضلوا متدفيين. دي المرحله الثانيه، هنيجي بقى في مرحله الرق، هنرقه وهنشوف الشكل النهائي. بصوا يا بنات اهو، هنجيب العيش زي ما انتم شايفين الرغيف، هنفرده زي كده. وبعدين هنجيب الشوبك او النشابه او زي ما بتسموها بقى عندكم، هنفردها وهيكون الشكل كده. بصوا طبعا انا لسه هغطي، انا بس قلت اصور لكم قبل ما اغطي اهو. شايفه؟ طبعا دي المرحله اللي قبل الخبيز على طول. هنخلص وهوريكي واحنا بنخبز. احنا جبنا طنجره الخبيز، انت طبعا ممكن تخبزي على البوتاجاز، بس انا بالنسبه لي عندي طنجره الخبيز بخبز عليها. زي ما انت شايفه هحط عيش هنا رغيف فوق، وطبعا ده استوى، بس انا هوريه لكم. يلا ما علينا، ده اهو هتحطي رغيف كده وهندخله وهيطلع زي ما انت شايفه كده. يعني لما هيستوي هيطلع زي كده. طبعا العيش ده يجنن، احلى من العيش بقى بره 100 مره. طبعا هو سخن انا مش هقدر امسكه، بس اهو دي يا بنات النتيجه النهائيه بتاعت العيش. بصوا ما شاء الله العيش جميل، بصوا ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا ده كانت النتيجه، وانا طبعا تحت امركم في اي استفسار اي سؤال. ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير على مطبخ بتوت على الفيسبوك، ومطبخ بتوت كمان على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وسامحوني ان انا تعبان من دول، انا اسفه جدا جدا.